مرحبا بكم في قناة الكيدز تويز، القناة العربية الأولى التي تعرض كل ما يخص ألعاب الـ LOL سبرايز وشعارها ديفا. مشتركين قناة الجدد، هناك صفحتنا على الفيسبوك اسمها كيدز تويز فانز، نجري مسابقة أسبوعية لربح كرات الـ LOL سبرايز، وتجدون الرابط واسم الصفحة أسفل كل فيديو. سبيلتس ورينبو، ذوات الشعر الجميل ويف 2. اليوم سوف نستعرض 4 مجموعات من الويف 2 لنحصل على شيء جديد. وقبل البدء أريد أن أذكر بأن اليوم الساعة 6 مساء على صفحة الفيسبوك Kids Toys Fans سوف نقوم بعملية سحب على كرة LOL Surprise Hair Goals Wave 2. الآن دعونا نفتح ونستعرض كرات الويف 2. هيا. هو المسج، رأيته من قبل، أتمنى الحصول على شيء جديد. كراكيب زائد أرنب، أعتقد أن هذه اللعبة لعبة فوضوية. ها هو المسج، ماذا تعني فتاة زائد مقاس بيكسيكات؟ هو المسج، نفس المسج، أتمنى الحصول على شيء جديد، لا أريد شيئا مكرر. ها هو المسج، وها هي الإكسسوارات. ها هو المسج، مسج جديد، ماذا تعني هذه الرموز؟ لنقرأ Bad Hair Day، أعتقد أن هذه الشخصية لا تحب اليوم 13 وهو يوم الجمعة، أعتقد أنها ذكرى أليمة لها. لنرى من هي. حسناً، ها هي وها هي اكسسوارات الشعر. توقع أنني حصلت على شيء مكرر، لكني لا أتمنى هذا. دعونا نبدأ بهذا. هيا دعونا نرى من هذه الشخصية. 1 2. واو، إنه الولد الذي أنتظره، أنا فرحة بك، انظروا إليك كم هو جميل. لادر والبقية سوف يفرحون بك. أول ولد في هذه القناة بشعر. كم أنا متحمسة للحصول على أشياء جديدة. لنرى من تكون هذه الشخصية. هيا. 1 2 3. أوه، إنها شخصية مكررة، لن أفتح هذه الشخصية، سوف أرجعها كما كانت، سوف أتركها وأقوم بعملية سحب على الفيسبوك يوم الثلاثاء القادم. حسناً، دعونا نضعها جانباً، أتمنى أن أحصل على شيء جديد، وإن حصلت أيضاً على مكررة سوف أدخلها بعملية سحب. حسناً، هيا لنرى. أعتقد أنها مكررة، لنرى. واو واو واو، إنها شيء جديد. ها قد انضمت شخصية جديدة ويف 2. مرحبا، بقيت لدي آخر واحدة، لنرى. تتوقعون أن تكون شيئا جديد؟ لنرى. واو واو واو، شخصية جديدة، انظروا إلى هذا الشعر، كم أحببته. اليوم حصلت على 3 شخصيات جديدة، هيا لنستعرضها. سوف أبدأ بك. بالنظر إلى القائمة نريد أن نتعرف عليك. تاف جاي، هيا لنكمل يا تاف جاي. لنرى، ما هذا الشيء الذي هنا؟ إن تاف جاي يحب أمه كثيرا، انظروا، مكتوب على ذراعه مام وقلب صغير.
وأيضا التف جاي أعتقد أنه يحب لعبة ال... ما هذا الشيء الذي على ذراعه هنا؟ المهم أنك شخصية قوية. لنرى ثياب التف جاي. نظارة سوداء تليق بهذه الشخصية. وهنا ها هي الثياب. ها هو الحذاء. ها هي حافظة الماء. وأخيرا أعتقد أنه المشط. مشط أسود. هيا لنتعرف على هذه الشخصية. أين أنت؟ أها أنت ميتل بيبي. نعم أنا الشخصية القوية في هذه المجموعة. ها؟ لنرى أشياء الميتل بيبي. ها هو الحذاء، واحد أسود وواحد وردي. انظروا إلى إسوارتها. وها هي الثياب، مكتوب عليها بيبي. وها هي حافظة الماء. بالنظر إلى حافظة الماء نرى أن الميتل بيب أضاعت حيوانها الأليف. سوف نبحث لك عن. وأخيرا المشط الوردي. جاء دور هذه التي أحببتها. ها هي، انظروا هنا، أعتقد أنها تلبس قفازات. لنتعرف عليك من خلال القائمة. أين أنت؟ ها هي. برام برينسيس. برام تعني حفلة موسيقية. أنت النجمة في الويف 2. برينسيس. ها هو تاجها. واو، فستان جميل. انظروا إلى هذا الفستان الجميل، أحببته كثيرا، يليق على الشعر الوردي. وها هي، انظروا إلى هذا، هذا مكتوب عليها From a Princess. سوف يتم تتويجها في حفلة موسيقية. انظروا إلى هذا الحذاء الجميل، يليق بالبرينسيس. ها هنا مشطها لونه أصفر. وهنا حافظة الماء وردية وجميلة. ها هو الماء البارد وها هو الدافئ. هيا لنبدأ بالتفجاي. يا تفجاي، انظروا، يرتدي تيشيرتا مخطط. ها هو، هيا عاد كما كان. لنرى. هيا يا ميتل. أوه واو، انظروا ماذا ترتدي. لنرى. يا ميتل، أنت شخصية مخيفة وعدائية. سوف تكون الشخصية المزعجة في هذه القناة. لنرى البرنسس. هيا. وأيضا برنسس ترتدي شيئا جميل. انظر إلى هذه السوت لونها أسود. وترجع كما كانت. هيا. ها هي الشخصيات الجديدة من ويف 2 التي حصلت عليها اليوم. أصبح لدينا 5 شخصيات مختلفة. بالنظر إلى القائمة تبقى لدينا أيضا شخصيات جميلة سوف نفتحها في حلقات لاحقة. أما هذه الشخصية المتكررة وهي شخصية سبيلز، كما قلت لكم سوف أقوم بعملية سحب جديدة على هذه الأل، لأني لا أريد شخصيات مكررة في هذه القناة. لذلك تابعوني على صفحة الفيسبوك إعلاني على متى موعد سحبها. أي من هذه الشخصيات الخمسة أحببتموها؟ أنا أحببت جميع الشخصيات، لكن الأكثر رينبو وتف جاي. وأنتم يا متابعين
أي شخصية من هؤلاء الخمسة أحببتم؟ ضعوا هذا في كومنت. أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك. مع السلامة. مرحبا بكم في قناة الكيدز تويز، القناة العربية الأولى التي تعرض كل ما يخص ألعاب LOL سبرايز وشعارها الديفا. مشتركين قناة الجدد، هناك صفحتنا على الفيسبوك اسمها كيدز تويز فانز. نجري مسابقة أسبوعية لربح كرات LOL سبرايز، وتجدون الرابط واسم الصفحة أسفل كل فيديو.